طيب احنا النهارده ان شاء الله هنكمل ليسون 8 الايديتنج اند ريبير، وده زي ما نويت ليه قبل كده لو الناس فاكره، يعني ده مش هتلاقيه على اليوتيوب كتير الحته الجزء ده. يعني هنتعرف فيه ازاي نتعامل مع مع الايرور، هنتعامل مع الايرور ازاي لما يحصل ايرور عندي في الموديل بتاعي اقدر اتعامل معاه من غير ما امسح ولا الغي الموديل ولا ابوظ الدنيا ولا اعيد من الاول ولا الكلام ده كله. تمام، يلا بينا. هنفتح السوليد معايا على طول، هنفتح الاوبشن. تمام، ومن الاوبشن هنجيب مسج ايرور ويرنينج، ونتاكد ان احنا شو ايرور افري ريبيلد والديسبلاي فيتشر مانجر ويرنينج اولويز. تمام كده، هنتاكد من الحاجتين دول. انا عندي انا طبعا مفعلهم، ادي شو ايرور افري. الناس شايفه معايا كده صح؟ انا عامل شير سكرين ومعايا الديسبلاي ايه فيتشر 3 ويرنينج اولويز. تمام كده، خلصنا دي، هندوس اوكي. هنفتح ليسون 8 وهنلاقي فايل مكتوب عليه editing and repair، هنفتحه كلنا مع بعض ونستنى بقى نفهم او نتفرج على اللي هيحصل. معاك دقيقة كده كل يعمل اللي انا قلت عليه. edit and repair، edit and repair موجود في ليسون 8 في الفولدر اللي انا بعته لكم. اول حاجة عايزين نعرفها النهاردة، في عندنا 3 علامات بتوضح لي الايرور. اول واحدة اللي هي التوب ليفل ايرور، وهي علامة الحمراء اللي موجود عليها سهم، دي بتقول لك ان في ايرور في البارت ده، في البارت اللي انت شغال فيه. وزي ما احنا شايفين هي في اول الايه التري فوق، في اول التري فوق بتقول لك ان في مشكله في البارت ده. طب وايه يعني؟ طب يعني استفيد منها ايه دي؟ طب ما اكيد في لو اي ايرور هيحصل، ما هو هيحصل في البارت. لا، هقول لك ان انت لو شغال في اسمبلي في اكتر من 20 او 30 بارت، وفي مشكله حصلت في بارت منهم، انت مش هتلف في الاسمبلي كله عشان تشوف المشكله فين. فهو بيقول لك ان في مشكله في البارت ده، فبتخش على البارت ده جوه الاسمبلي تبتدي تعرف ان المشكله في المكان ده. طيب الليفل اللي بعديه بقى ان هو بيديني ايرور اللي هو علامه الدايره الحمراء وفيها اكس بالابيض دي. تمام كده، دي ايه بقى؟ دي بتبقى على الفيتشر، دي على الفيتشر ان هو في مشكله في الفيتشر دي وهو مش قادر يكريت الجيومتري. يعني ايه كريت الجيومتري؟ هي الفيتشر بتعمل ايه؟ بتاخد الرسمه اللي انت راسمها اللي هو 2 دي سكتش، وبعدين تعمل لها سواء بقى اكسترود او ريفولف او سويب او ايا كان اللي ايه الفيتشر اللي انت عاملها. فمعنى ان هو مديك العلامه دي في الفيتشر يبقى هو مش قادر اصلا يكريت الجيومتري اللي انت مديها له. خلاص كده، دي معناها. طيب اخر واحده بقى، وده الليفل الثالث، يعني ان هو عامل لك علامه السهم المثلث الاصفر ده. المثلث الاصفر ده عاده لما بيتعمل بيبقى على السكتش، تمام، او على الفيتشر برضو، بس دي معناها ان هو في دانجلينج جيومتري. يعني ايه دانجلينج جيومتري؟ يعني في ريفرنس معين انت كنت عامل عن طريقه ريليشن للاين او لبوينت او لاي حاجه، والريفرنس ده اصبح مش موجود، مسحته او حصل اي دروب ايا كان، هو مش عارف السوليد مش قادر يشوف الايه الريفرنس ده. المثلث الاصفر ده بيقول لك ان انا دلوقتي عندي مشكله في الجيومتري اللي انت راسمها، بس انا قادر اكريت الجيومتري. يعني انا قادر اكريت الجيومتري على ريفرنس قديم، بس عندك انت مشكله في الايه في الحته دي. كل اللي انا بقوله ده هنترجمه طبعا ايه عملي على طول دلوقتي. طيب هنرجع بقى للسوليد. لو حد فتح الفايل اهوت زي ما انا فاتحه كده، اول حاجه هيصطدم بيها هتلاقيه عمل بوم قدامه كده، تن، عمل صوت كده بيقول له في مشكله عندك، ان الفايل كله مضروب. كل اللي انتوا شايفينه الليسته اللي قدامكم دي كلها دي لسته الايرور اللي عندك. تمام، اهي دي كلها لسته الايرور. طيب احنا هناخد اول ايرور بس. قال لك ايه؟ ذا سكتش كانت بي يوزد فور فيتشر بيكوز اند بوينت از رونج شير باي اي مالتيبل انتيتي. هقول اوكي عشان اتعامل مع اي ايرور في اي بارت انا بتعامل مع. اول حاجه بقوم جاي بجيب السلايم بار ده واقوم رافعه كده فوق عشان ايه افصل بقيه الفيتشر عن الفيتشر بتاعتي، وابتدي اتعامل مع كل فيتشر لوحديها علشان ابقى منظم وعلشان اقدر احل الايه المشكله بهدوء. طيب
قال لي في مشكله طبعا، ادي العلامات اللي احنا قلنا عليها. هو بيقول لي في مشكله في البارت، وبعدين هبتدي اتنقل للليفل الثاني ان هنا هو في فيتشر معينه، بس هو قلنا ايه على العلامه دي، معناها ان هو مش ايه، مش قادر يكرييت الجيومتري، مش قادر يكرييت الجيومتري. طيب طيب انا السوليد يعني سمارت شويه، فبيحاول يساعدك يقول لك المشكله فين. لو جيت وقفت عليها كده هيقول لي ذا سكتش كان بي نفس الايه اللي انا كنت قريته. طب انا ما عنديش الحاجات دي، هدوق هقف على الفيتشر وهدوس كليك يمين، كليك يمين، واقول له واتس رونج، ايه الغلط، انا مش عارف يعني ايه اللي بيحصل. هيقول لي ذا سكتش، اول حاجه ايه ذا سكتش على طول. يبقى المشكله فين؟ في السكتش. اروح اجري على طول على السكتش. ماله بقى السكتش؟ قال لك كانت بي يوزد فور ا فيتشر بيكوز ان اند بوينت. خلاص خلاص. طيب هفتح انا بقى ايه السكتش اللي عامل لي المشكله ده، هدوس على السكتش واقول ايديت سكتش، وهقول ايه ايديت سكتش. ماله يا عم ما السكتش ده الفل اهو. طب ايه ده الايرور فين؟ طب انا هعرفه ازاي؟ هبتدي بقى على طول اجري على اقول على حاجه بتساعدني اسمها ريبير سكتش. بدوس على ريبير سكتش، انا في عندي مشكله في كارت الشاشه، ان الناس وهي يعني وهي بتطبق ده اللي الدنيا عندها مظبوطه، هي على طول هيجيب له عدسه العدسه المكبره، ويقوم مشاور له يقول له الايرور في الحته دي، يقوم مشاور له يقول له الايرور في الحته دي. طيب انا هتعامل من غيرها طبعا، ويعني هعمل زيها بالظبط. يعني اول حاجه عندي هو قال لي هنا ايه، اول ما قلت ريبير سكتش قال لي خد بالك انت عندك من واحد لثلاثه ايرور، عندي ثلاثه ايرور. طيب اول واحد ايه، انا عارف مكانه يعني خلاص. او المفروض لما ادوس على دي، شايفين الرساله بتطلع دي، دي عندي مشكله في كارت الشاشه عشان مش قادر يعني يفعل الايه الماجنيفاير خلاص، بس انا عارف هو بيقول لي ان في مشكله في الحته دي، فانا هكبر كده. اه لقينا ايه بقى، انا عندي لاين اهو كده ملوش اي معنى، يعني ايه لازم ايه اللاين ده، احنا ما كناش شايفينه لما كانت الرسمه طبيعيه في السكيل بتاعها الطبيعي، انا ما كنتش شايفه. اه بس ايه بقى يعمل ايه اللاين ده، السوليد مش قادر يفهم. انا عايز كلوزد كونتور، يا اما كلوزد كونتور يا اما اوبن كونتور، وهعمل له سن ايه، سن اكسترود او ايا كان الايه اللي انا هعمله عليه. فاللاين ده كده هو ملخبطه، هو مش عارف هو لازمته ايه او ايه علاقته بالرسمه يعني. فطبعا اللاين ده كده ايه يعتبر ايرور، فانا هعلم عليه وادوس ديليت. خلاص كده وادوس ديليت واعمل ريفرش كده، لقينا الايرور بقى كام، بقى اتنين بس، كان ثلاثة بقى اتنين، يبقى انا عالجت اول مشكله. طب ايه المشكله الثانيه؟ لو دوسنا على الناس اللي معاها العدسه هيبتدي يعلم له هنا، يقول له في مشكله في المكان ده، هتبتدي نكمبر، هنلاقي ان ايه، ان السكوير بتاع اللي كان مرسوم ده مش كامل، وفي لاين برضه هنا ملوش معنى، فهمسح اللاين ده وهقفل السكوير بتاعي، هقف على الاند بوينت دي وكليك شمال اكني مسكتها كده وما اسيبش ايدي، وانزل اعمل اكستند لللاين، اداني علامه الكوسنتريك مع البوينت، هقول له انا موافق عليها، يبقى هو هينفذها لي. خلاص كده يبقى انا كده حليت المشكله الثانيه. هعمل ريفريش، هيقول لي انت ما عندكش غير ايرور واحد. ايه بقى الايرور اللي فاضل؟ هنصغر كده الرسمه بتاعتي خالص خالص خالص، هبص الاقي نقطه تايهه فوق كده اتعملت وانت مش واخد بالك، وانت بتدوس هنا بشكل عشوائي، او انت بتشتغل مثلا وانت مش واخد بالك في حاجه، دوست على بوينت في اي حته كده بعيد عن الرسمه خالص، عملت لك مشكله ان السوليد مش قادر يفهم ايه علاقه البوينت دي بالرسمه، فعامله له مشكله. طبعا هنمسح البوينت دي لان ما لهاش اي لازمه. اعمل ريفرش كده هلاقي انا كده مفيش نو بروبلم فاوند، مفيش اي ايه، مفيش اي ايرور عندي بالنسبه للفيتشر الاولاني. تمام تمام خلاص كده، سيب الشكل على كده، عايز تسيبه كده تمام، بس احنا متعودين على حاجه احنا عارفينها، ان احنا بنعمل ايه دايما الشكل بتاعنا بيبقى ماله فولي ديفاين، فانا هدد له كده دايمنشن لان هو سكوير اصلا 50 في 50. اوكي يبقى انا كده خلصت اول ايه، اول فيتشر. لو نلاحظ شكل الايرور ايه اتغير، لما هعمل ريبيلد كده هنلاقي المشكله ايه اتحلت، المشكله اللي كانت هنا راحت فين اتحلت. خلاص كده وبقيت الايه، وادي اول اكسترود في الايه، ادي اول اكسترود في الفيتشر بتاعتي، او اول فيتشر في الايه في البارت بتاعي. طيب نكمل نشوف المشكله اللي بعديها، هنشد السلايد بار. اه قال لي في مشكله هنا في الاكسترود، ولكن هو قادر يكريت جيومتري. خدنا بالنا بقى من الفرق، هو مديني هنا مثلث اصفر
ومثلث اصفر ده معناه ان هو هنا هو في مشكله في في الجيومتري، ولكن هو قادر يعمل ايه؟ يكريت الفيتشر، وهو فعلا كريتها، هو عمل اكسترود كات اهو وقطع الحته دي. طب ايه مشكلتك؟ ها زي ما احنا اتعلمنا بقى، كليك يمين، واتس رونج، ايه مشكلتك؟ ذا سكتش، يبقى المشكله فين؟ في السكتش، ذا سكتش contain a dimension or relation model geometry which no longer exists. دي المشكله اللي انا كنت بقول لكم عليها، ان هي ما بقتش موجوده، في حاجه انت سايبها لي ريفرنس وما بقتش موجوده. طيب edit sketch، هفتح. شايفين العلامه الصفراء البهته دي؟ اللون ده معناه ان في dangling relation. يعني ايه dangling relation؟ يعني كان في relation وبعدين الريفرنس بتاعها اللي كنا رابطينه بيه ايه، ما بقاش موجود، ما بقاش موجود. طب نتعامل ازاي؟ هنبتدي نضغط على display and delete relation، تمام؟ ومن هنا هختار الحته دي، مهمه جدا اركز فيها، الدانجلينج. هنا دي كل all the sketch relation، انا مش عايز كل دول، انا عايز الدانجلينج بس اللي فيها مشكله بس. هيقول لي ان عندكش غير الدانجلينج في الكو لينير، الكو لينير 2 اللي هو ده في مشكله فيه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا هو كان تقريبا اهو شايفين الخط الداش ده، كان في ريفرنس مع الخط الداش ده، والخط ده ما بقاش موجود. طب هتعمل الحل ازاي؟ هقول له والله انا هريبليس، انا هريبليس الريفرنس بتاعي الكولينير، بدل ما كان اللاين ده انا هعمله اللاين ده. خده معايا اهو، خد الايدج دي، هقول له ايه؟ ريبليس. حل المشكله وخد ان ده بقى الريفرنس بتاعه، وقال لي مفيش دانجلنج ريليشن، خلاص الدانجلنج ريليشن بتاعك ابيض فاضي مفيهوش اي حاجه، فانا كده حليت المشكله. هدوس اوكي وهعمل، هرجع تاني ريبيلد، هيقول لي الفيتشر بتاعتك تمت بسلام يعني او سليمه، وايه وما بعدش فيه دانجلنج ريليشن. طيب عشان الدنيا ما تكترش عليكم، انا هسيب لكم بس يعني 3 دقايق بسرعه نطبق اللي انا قلت عليه، ولو في اي حاجه بسرعه اسالوني. يبقى احنا حلينا مشكلتين دلوقتي، اول مشكله ان انا عالجت الثلاثه ايرور اللي كانوا عندي في السكتش الاولاني، الحاجه الثانيه اتعاملت مع الدانجلينج ريليشن. الناس تطبق بسرعه اللي انا قلته. طيب نكمل بقى، نخش على الفيتشر اللي بعديها، وهي فيتشر الشيل. الشيل اتنفذت مفيش اي مشكله فيها، تمام، وهي اتطبقت اهي، قال لي مفيش مشكله في الشيل. اللي بعديها بلين 2، تمام، الرب اهي، الرب اهي جوه، تمام، مفيهاش مشكله. الاكسترود كات ده فيه مشكله، ايه مشكلتك؟ هنقول له واتس رونج. المرات دي بقى بيقول لي ذا بلان، ذا بلان مش ذا سكتش، يبقى في مشكله فين؟ في البلان. ذا بلان يوزد باي ذا سكتش از ميسنج، يبقى في مشكله، يبقى هو كان عامل ريفرنس بلان معين وبعدين مش لاقيه. طب نحل المشكله دي ازاي؟ هنبتدي ندوس على السكتش. انا هنا مشكلتي مش في السكتش بقى، مشكلتي فين؟ في البلان، فاعمل اديت سكتش بلان. فلما اعمل كده هيظهر لي ان في ميسنج، في ميسنج بلان اهو موجود بالداش دي الاحمر ده، كان في بلان هنا واتمسح، فهو كان معتبر الريفرنس بتاعه ودلوقتي ما بقاش ايه الريفرنس. طب ايه نحل المشكله دي ازاي؟ فهعلم على الميسنج بلان واقول له والله خد الفيس ده هو البلان بتاعك بدل الايه البلان القديم، وندوس اوكي. هيقول لي تمام حل المشكله، وخد ريفرنس جديد اللي هو البلان اللي انا اديته له، وايه والمشكله اتحلت. خلاص كده، يبقى احنا دلوقتي ماشيين مع الايه، مع الايرورز واحده واحده. يبقى اول حاجه عندنا احنا اتعاملنا مع الجيومتري نفسه، بعد كده كان في مشكله في السكتش في الدانجلنج ريليشن حليناها، بعد كده مشكله في البلان واتحل. نكمل بقى، عمل الشينفر مفيش مشكله، ستروت كات ما عندوش مشكله فيه برضه. هنا الكات اكسترود 4 فيه مشكله، ايه مشكلته؟ What's wrong؟ هيقول لي the sketch contain dimension or relation، dangling relation برضو، هو هنا في dangling relation، تمام. اخش عليه اقول له ايه الريليشن؟
المرة دي بقى مش ريليشن، المرة دي في دايمنشن. دايمنشن هو كان قايسه بالنسبة لإيدج معينة أو بوينت معينة ودلوقتي ما بقاش موجود. طب ندوس على الدايمنشن كده هيظهر لي نقطة حمراء، النقطة الحمراء دي هي الميسنج ريفرنس أو الميسنج بوينت عنده. طيب يعني أحلها إزاي؟ همسك النقطة الحمراء دي بكليك شمال وهتحرك بيها كده وهقول له أنت الريفرنس بتاعك هو الأوريجين ده، تمام؟ أو جيب له ريفرنس جديد. شايفين علامة الكوينسيدنت دي؟ تمام كده؟ هقول له أوكي. هلاحظ إن إيه؟ إن الدايمنشن بقت باللون الأسود، يعني كده هو خلاص بقت حاجة معرفة بالنسبة له واتعرف عليه، تمام؟ يبقى أنا كده ما بقاش في حاجة عندي إيه؟ مش معلومة. هقول له أوكي. هيقول لي خلاص تمام مفيش مشكلة. تمام كده؟ نكمل سكرول كات اهو اللي في النص ده عمله مفيش مشكلة. بعد كده سيركلر باتر تمام. سيدروت 8، سيدروت 8 فيه مشكلة ايه هي؟ زي سكتش برضو في دانجلينج ريليشن. نفتح كده اديت. هنا في اتنين دانجل ريليشن، في كوسنتريك وفي ايه كوريديال. تمام كده كوريديال اهي العلامه بتاعتها وادي الكوسنتريك. طيب اعمل ايه؟ هعمل افتح الريليشن بتاعتي، هو واقف على الدانجلينج اهو، عندي الكوريديال والكوسنتريك. اول حاجه الكوريديال، هو عامل كوريديال مع ريفرنس قديم مش لاقيه دلوقتي، فهبتدي اقول له ريبليس. هريبليس مع الدايره ديت، ده هتاخده معاك الكوريديال بتاعك، هيقول لي تمام وحلها. ثانيه نفس القصه، في كوسنتريك برضه هقول له ماشي، هعلم على برضه الدايره اللي ورا ديت وهقول له اعمل كوسنتريك مع الدايره دي وريبليس، هينفذ اقول له اوكي. كده انا حليت المشكلتين بتوع الريليشن ديت. هرجع تمام، مفيش أي ايرور دلوقتي بالنسبة للفيتشر دي، ونفذها من غير أي ايرور. نكمل فليت، عمل الفليت عادي. واحد فليت اتنين، في مشكلة فليت اتنين. تمام، ايه بقى مشكلة فليت اتنين؟ فيلد تو كريت ذا فليت، بليز تشيك ذا انبوت جيومتري اند ذا ريديوس فاليو. في مشكلة في input geometry و reference value. نركز بقى في الحتة دي كده، هو عايز يعمل فيلت في الأربعة edge دول، تمام كده في الأربعة edge دول ماشي اهي. طيب ايه مشكلته؟ في حاجة مشكلة، هو عايز يعمل الفيلت بريدياس 2 ماشي كده، عايز يعمل فيلت بريدياس 2. طيب ايه المشكلة برضه؟ حد كده اتناقش معايا يقول لي ايه المشكلة في الحتة دي؟ حد يرد عليا؟ مفيش. طيب لو جينا عملنا ايفالويت وعملنا ميجر كده من السيرفس ده للسيرفس ده، هنلاقي ان المسافه بتاعتهم كام، ديستانس ما بينهم اللي هي الطول ديت كام؟ 2. طيب دلوقتي انا لما اعمل الفيلت بريديوس 2، لما اعمل فيلت بريديوس 2 الفيلت التاني ده مش هيلاقي اصلا ايدج، الايدج دي هتروح مش هيلاقيها عشان يعمل الفيلت التاني. معايا كده؟ الناس فاهمه الحته دي؟ طيب فمش هلاقي اصلا ايدج تانيه اعمل منها الفيلت التاني، فلو عملت اول فيلت مش هعرف اعمل التاني. نفس القصه الناحيه التانيه، هعمل اول تاني فيلت مش هعرف اعمل التالت. طيب الحل بتاعها ازاي؟ الحل بتاعها ان انا هقول له اوكي كده، فمش هيعرف ينفذ، بس هيظهر لي ايه بقى؟ ان في حاجه اسمها الفيتشر اكسبرت. السوليد بيقول لك انا ممكن اساعدك، انا ممكن ادور لك على حل عشان تحل مشكلتك دي، انا ممكن اساعدك. وارد ان الحل يبقى كويس ووارد ان الحل يبقى غلط. طيب نقول له طيب ماشي ساعدني، هيبتدي يدور على ريبير للمشكله. نلاحظ بقى كده الفيتشر دي بتاعتي ايه اللي حصل. هو كان فيلت واحد، فيلت اتنين، بقى فيلت اتنين واربعه وخمسه وسته.
معايا كده. طب ايه اللي حصل؟ عمل ايه؟ عمل اربعة فيلت، عمل اربعة فيلت، عمل الفيلت الاولاني، وبعدين بعد ما خلصه خد الايدج النهائية بتاعته وعمل منها الفيلت التاني عشان تدينا الشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني عمل اول فيلت ده، وبعدين منه خد الايدج دي وعمل الفيلت التاني، فكده قدر ينفذ الايه الفيتشر بتاعت الفيلت. عمل دي الاول وبعدين خد الايدج بتاعتها عمل الفيلت التاني، وده برضه من غير ما انت تفكر او تتعب نفسك. هو انت عايز الفيلت ده باثنين؟ حاضر، السوليد هيفكر لك ويقول لك احنا هنحل المشكله دي ازاي عن طريق الايه الاكسبرت فيتشر او الفيتشر اكس. خلاص، يبقى احنا اتعلمنا دلوقتي لما اجي اعمل ايرور، اجي اعمل فيلت يعمل لي ايرور، ادور على الفيتشر اكسبرت الاول اشوف حلوله. يعني ابتدي يدور على الريبير بتاعه، لو وصل لحل مناسب بالنسبه لي بوافق عليه واكمل شغلي، مش مناسب ابتدي انا اتدخل واعدل واحاول احل المشكله بالشكل المناسب ليا. يعني خلاص اتعلمنا الحته دي. بعد كده اخر حاجه الفيلت ثلاثة ما فيهوش فيه مشكلة، عمله خلاص تمام، ما فيهوش فيه مشكلة كده. بقى أنا حليت كل الايرور في البارت بتاعي من البداية للنهاية. أي أسئلة؟ أي أسئلة يا جماعة؟ طيب سريعا كده 5 دقايق برضو بسرعة نعمل اللي انا عملته دوت. تمام، طيب هنفتح الليسون 8 تاني، الفايل اللي انا مديهولكم. طيب اوكي، هنفتح الفايل اللي هو الفيلت اكسبرت ده، هو انا مجهزه عندي هنا في الهوم، يعني اهو فلت اكسبرت. ماشي يا جماعه، موجود عندنا في الايه في الليسون، تمام، في الفايلات اللي موجوده في الليسون. طيب ايه بقى اللي هنتعلمه هنا؟ اول حاجه، بس الاول في حاجه اسمها الفريز بار. الفريز بار ايه؟ الفريز بار اهو، فيس بار دوت لازمته ان هو لما بتبقى عامل بارت الفيتشر بتاعته كتير جدا، وكل ما تيجي تعمل ريبيلد وقت الريبيلد بيبقى كبير شويه عبال ما بيقرا الفيتشر كلها، لو مثلا الكمبيوتر حتى ان كانت ضعيفه شويه بتاع. فانا بقوم بستخدم الفريس بار بحيث ان انا شغال دلوقتي مثلا في الفلت 10 و11 زي ما انا مثلا مبين في الباوربوينت كده، وعايز التعديلات تبقى عليهم بس، فبقفل عليه على كل اللي فوقيهم، ما تعمليش ريبيلد في كل اللي فوقيهم. لما تيجي اقول لك ريبيلد، تريبيلد في الحته دي بس، فبيبتدي ايه ينفذ عن طريق الايه الفريز بار. طب اجيبه منين؟ هندوس اوبشن سيستم اوبشن جنرال اند انيبل ايه فريز بار اهوت، نيجي عند السوليد اوبشن جنرال اوبشن تمام كده، وهندور كده هنلاقي فيه انيبل. تمام، انيبل فريز بار تمام كده، شكرا شونز. هندوس اوكي، هنلاقي ظهر معانا فوق اهو ادي الفريز بار. تمام، لما بعمل كده هو بي ايه بيجمد او بيلوك الفيتشر اللي ايه اللي بينزل عليها او عمل لها لوك. خلاص كده هو ايه لما اجي اعمل ريبيلد، تمام، مش هيعدي عليها، لكن دول مش موجودين، هيبتدي يعمل ريبيلد على الايه على التانيين. طبعا الفيتشر قليله هنا، فمش ايه مش هنقدر مش هنحس بيها يعني. تمام، طيب دي اول حاجه عايزين ايه نتعلمها، ان احنا نستخدم الفريز بار لما ابقى محتاجه. خلاص كده، طيب تاني حاجه الايه الفيلت اكسبرت اديشنال فيلت. طيب يعني ايه بقى؟ انا عايز اعمل فيلت هنا مثلا على الايدج دي، زي ما انتم شايفين الطنبوره اللي معايا ديت او الفلانشه دي يعني. تمام، انا عايز اعمل ايرور هنا بالايدج دي، بس عايز اعمل قصدي عايز اعمل فيلت للايدج دي، بس عايز اعمل فيلت لكل الايدجات دي. هل بقى هقعد اعلم على ايدج ايدج؟ عايز اعمل لها مثلا ايه 2 ولا نفترض. خلاص كده، هل هعلم على ايدج ايدج؟
لا طب اعمل ايه؟ هاجي كده اعلم على ايدي التانية وبهدوء كده ما احركش الماوس، هعمل كده. شايفين الفلاير اللي ظهر دي؟ دي اوبشن. يعني اول حاجه قال لي عايز، اول حاجه اللي هو الاختيار الاولاني ان انا بيقول لي اعمل لك الفلت على الايدجين دول، كل الايدجات اللي هو معلم عليها باللون البينك ده. لا مش هو ده طلبي. طيب عايز نعلم لك على، او واخدين بالكم هنا، علم على الايه؟ علم على ايه؟ على الايدج الثانيه على ناحيه اليمين، ولو الشكل صغير شويه هنبتدي نشوفها كلها. هل عايزني اعلم لك على كل دول؟ هو ده طلبي يعني، بس انا هكمل الباقي. بيقول لك عايز تاخد كل دول بالسيركلر لو؟ لا هنا هو علم على الايدجات عليه كلها. انا عايز اصغر عشان الناس تبتدي تبقى واخده بالها معايا. شوية يعني. هبتدي اعلم تاني على الايدج اهي. فده اول اوبشن اهو، هو علمني على كل الايدجات اللي انا عايز اعمل لها على طول من وان كليك، او ان انا اختار كل الايدجات دي بالشكل اللي هو معلمني عليه، او هختار السيركلر اللي جوه كمان، او ان انا هاخد كل ما هو ايدج في الرسمه، او اخد الايه الابعاد اللي هو اللي هي الداخليه دي كلها، او ان انا هاخد كل في الرسمه كله اعمل له فيلت بالاختيار ده. او اخد الايه الكونكيف بس اللي هم ال 119 اتش. طبعا انا عايز ايه؟ انا عايز بس ايه الاختيار ده، فابتدي اقول له لا انا عايز الاختيار ده لا بس، اعلم عليه. خدنا بالنا ايه اللي حصل على الشمال، واخد لي كل الايدجات اللي انا ايه محتاج ان انا اعمل لها فيلت على طول من ايه من وان كليك. تمام كده، واقول له الله كده انا عملت كل دول فيلت واحد، ده كله فيلت واحد، من فيلت في خطوه فيلت واحده قدرت اعلم على كل الايدجات دي واعملها فيلت على طول. تمام، يبقى الفلاير اللي بتظهر في الجنب دي ما نستهترش بيها، دي ممكن ايه توفر عليا وقت كتير جدا. تمام، طيب نحاول نطبق بسرعه اللي انا قلته ده. الفايل اسمه فيلت اكسبرت، موجود عندك في ليسون 8، هتفتحه تمام. هنفتح الفايل الثالث اللي هو الكورنرز بالشكل ده، كورنرز. افتح لي الموديل اللي احنا شايفينه ده. ايه بقى دوت؟ الناس اللي شغاله على المكنه السي ان سي لما بتيجي تنفذ حاجه زي كده، الكورنر دي بتعمل مشكله في الايه في المكنه وهي شغاله، ما بيعرفش يقرا الكلام دوت. فالصورة دي انا مش سايبها لك برضو، حاطط دماغي معاك فيها يعني. وبيقول لك انا ممكن ايه يعني اعملها لك بشكل يكون مور سموث، بحيث ان البارت ده لما تيجي تحوله للكات كام او انك تصنعه يعني يكون ايه اكتر ايه يعني سموث اكتر، ان المكنه تقدر ايه تنفذه لك. طيب بنعمل الاوبشن ده ازاي؟ بندوس كده على الكورنر، او خلاص، او بنخش على فيتشر. هي اللي احنا فين؟ في مانيوال وفي فيلت اكسبرت. مانيوال هيفتح لك الايه القائمه اللي انت شايفينها دي. احنا عايزين فيلت اكسبرت، هنلاقي فيها ايه الثلاثه اوبشن دول، في اد وتشينج وكورنر. اد دي على فكره انا لو في فيلت معين مثلا وعايز اعمل له اد، اضيف لي فيلتات ثانيه، يعني في ايدج انا عملت لها فيلت وبعد ما خلصت ممكن اعمل اد لبقيه الايدجات الثانيه اللي انا نسيتها مثلا، فبجيبها منين؟ عن طريق اد، عن طريق فيلت اكسبرت، وبدوس اد وبدوس على الفيلت اللي انا عايزه، وبدوس بقى ايه مكان البيت الايدجات اللي انا عايزه. التشينج لو انا عندي فيلت وعايز اغير الايه
عايز اغير اللي عامله مثلا 2 مللي مثلا الار بتاعته، عايز 4، عايز 5، فايه ممكن اعمل تشيننج عن طريقه. الحاجه الاخيره بقى اللي هي الكورنر اللي احنا بنشتغل عليه، ده اللي بيعمل سموث للكورنر. هنا بيقول لي الكورنر فيس، اديني كده الكورنر فيس اللي انت عايز تشتغل عليه، فهو هياخد لي طبعا الايه الاثنين فيس دول مع بعض لانه ما يقدرش يفصلهم. فاقول له، اقول له شو الترناتيفز، وريني كده حلولك. فهو بيقول لي انا عندي 3 حلول. الحل الاول ان انا اخليك شكله عامل كده ما تغيرش كتير. الحل التاني شكله عامل كده. الحل التالت شكله عامل كده. تمام. هو غالبا الحل التاني ده هو انسب حاجه، خلى لي الكورنر بتاعي شكله سموز كفايه ان انا اقدر انفذه عن طريق الايه المكن. الاول كان شكله عامل ازاي، دلوقتي بقى سموز اكتر، ان هو ايه مكنة الستين سين تقدر تنفذه. مقولوش اوكي. يبقى هنا لما يبقى عندي شكل فيه كورنر، انا عرفت اتعامل معاه، وفي كورنر متداخل زي ما احنا شايفين كده، انا عرفت اقدر اتعامل معاه ازاي عن طريق الفلات كورنر. تمام. اطبق بسرعة. نكمل. هنفتح اخر فايل من الهوم، طلع عندكم برضه درافت اكسبرت. درافت اكسبرت لو فاكرين معايا ان احنا عملنا حاجه زمان كده اسمها درافت اناليسيس، عشان الناس اللي بتشتغل في الاسطمبات والبلاستيك عموما، الجراب بتاعت اي موديل بتاعي لازم تبقى واخده درافت انجل، يعني ميول كده، عشان لما اجي اعمل ايجكشن للحته بتاعت اللي انا بعملها ما تيجي ما تقدر تطلع من الاسطمبه من غير ما تعمل مشكله. فانا هعمل درافت اناليسيز على طول. الموديل بتاعي تمام، بجيبها انا على طول، بجيبها مسترش يعني بدل ما ادور عليها. هنا بيقول لي عايز الاناليسيس البارامتر اللي هو على البلان ده ب 2 دي، واقول له كالكوليت، اغير بس الاتجاه عندي ده. تمام. في مشكلة عندي في الايه في الجراب ديت وتحت، ان كل ده ممكن ده عادل كله، فهيبقى او اقل من 2 دجري، فلما اجي اعمل الايجكشن بتاعي هيدور معايا. طيب اعمل ايه؟ اخش على الدرافت. خلاص كده درافت اكسبرت. درافت ايه اكسبرت؟ اقول له انا عايز النيو بتاعتي 2 دجري. هيقول لي فين البلان، النيتشر بلان اللي انت عايز تبقى درافت عليها. اقول له هو ده اتجاهه كده، هقول له لا. طيب تمام. وهبتدي اقول له ايه هي الفيسز اللي انا عايز اعمل لها ميول. هقول له انا عايز اعمل الفيس ده والفيس ده والفيس ده. تمام. ولتحت ولي شكل حاجة تاني تاني كانت الجاية دي كمان برضه، وأنا ما أتذكر يعني. تمام كده. أقول له كل ده أنا عايزك تعمله لي ب 2 دي. أوكي. أبتدي كالكوليت اللي المفروض يتعمل يعني. مش قادر اشوف ايه الرسالة بتاعتها يعني. هو في مشكلة عنده بس في الايه في الفلت. طب نحاول تاني، في قصدي في الحاجات اللي فيها فلت يعني، انا عارف انها هتبقى صعبة شوية.
تمام، هو مش قادر يعمل الثالث، فأخرج الثالث من القصة. دور هيقدر يتعامل معاهم. تمام كده هو رفض، اقول اوكي وابتدي اعمل تراك اناليسيس تاني، اقول له كالكوليت كده مثل بس دي فيتشر دي معملهاش. طيب ارجع تاني للدرايف واقول له احنا البلان ده هنميله 2 دجري. اوكي وارجع للدرايف اناليسيس واعمل تشيك كالكوليت، هتلاقي كله تمام كده معايا. كده كل الموديل بتاعي خد الميول ب 2 ديجري، فاذا هو دلوقتي يعني لما اجي عند اقدر اعمل له ايجيبت من الاسطمبه بتاعتي هيطلع بسهوله. واضحه كده؟ حتى نلاحظ بقى ان في ميول هنا، او يعني حاسس ان الجنب ده جايب ميل كده والجنب ده جايب ميل كده، لما اجي اطلب ايه اقدر اطلعه بسهوله. نفس القصه بالنسبه للايه؟ الهيد اللي فوق دي او السلندر دي برضه خدت ميل. طبعا 2 دجري مش حاجه كبيره، مش باينه قوي، بس يعني واضحه قوي في هنا في البلان ده والبلان ده. تمام كده. تمام، ودي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، درس الريبير والإيديتنج. فإن شاء الله بكرة نكمل، أحاول أكون يعني ظبطت الدنيا أكتر من كده، وهنكمل بكرة الدرس بتاع بيت الإيديتنج، يعني هنتعلم إزاي نعمل إيديت. فإن شاء الله بكرة نكمل الإيديتنج، وهنتعلم بقى ازاي نعمل ايديت في البورد. احنا الاول اتعلمنا ازاي نتعامل مع الايرور النهارده لو حصل اي مشكله او اي ايرور. انا دلوقتي هخش على الخطوه اللي بعديها، ان انا هقدر اعمل ايديتنج في البورد، اعدل فيه من غير ما برضه مغير، يعني هوصل للدايمنشن او للتعديل اللي انا عايزه من غير ما امسح حاجه او اعمل حاجه. كان لازم اتعلم ازاي اتعامل مع الايرور، عشان اكيد لما انا هعمل ايديتنج هيحصل لي ايرور، سواء بقى في ريفرنس اتغير او بلين او الكلام ده كله دلوقتي اقدر اتعامل معاه. فان شاء الله نكملها بكره يعني، ومع بعض بقى ان شاء الله كده ايه خلال الاسبوع الجاي، الاسبوع ده والاسبوع الجاي، نكون ان شاء الله قفلنا الكورس بتاعنا ان شاء الله. شكرا لكم كلكم.